أعرف. عندنا ذري فباستطاعتنا بالذري يأتي عليكم أن نبيدكم باستطاعتنا أن نبيدكم لكن لا نبيدكم لكن الله فوقكم الله فوقنا أي نعم والله فوقكم أي نعم والله حافظ دينه والله حافظ أمة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا طلع بإيدك والله إذا والله. طلع في إيدك أنت أنك تبيدني فأنت تبيدني مش صحيح كذب كذبت علي لا لا عاش اليهود السبب الوحيد عاش اليهود الوحيد. لماذا كذبت بني إسماعيل لماذا أقول لك لم يبيدوا بني إسحاق لأن ليس باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك لكن إذا كان باستطاعة بني إسماعيل أن يبيدوا بني إسحاق ولم يبيدنهم وإنما بني إسحاق لا باستطاعتهم أن يبيدوا بني إسماعيل ولا نبيدهم اسألني لماذا أجابك اسألني لماذا هذا كذب لا 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 هذا كذب اسألني لماذا كذب. لأن الله قال لنا هذا كذب لا تقتلوا هذا كذب دافعوا عن النفس هذا كذب هذا دفاع عن النفس هذا كذب نرجع للأول بل كلام إن الله بل أنت كذبت على الله وعلى الناس لأن الآن كلام الكتاب يا أخي نرجع لك على الكلام الأول بل إن اليهود عاشوا في فلسطين تحت المسلمين تحت حكم المسلمين وما أبادوهم وكان باستطاعتهم يبيدهم صح؟ لماذا لم يفعلوا؟ 1300 سنة عاش اليهود تحت المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي شمال أفريقيا لماذا لم يبيدوهم؟ لأنهم أهل الذمة لأنهم لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس للحق بل عندما أبقاهم عندما رجعنا عندما على كل رجعنا حال على كل حال لما كانوا لما نرجع نحن ما أبدنا عبادتنا نحن ما أبدناكم في هذا الوقت لماذا إلا عندما اعتديتم فلما اعتديتم رددنا بالمثل اعتديتم لما جاءوا لما جاءوا إلى بيتنا على كل حال على كل حال فأنت لست صادق بالسلام لو كنت صادق بالسلام اذهب إلى فلسطين اذهب إلى الأرض المحتلة ودافع عن المظلومين من الذين تنتهك حرماتهم في فلسطين ثم تكون مدافع عن السلام أنك تعيد المرة الثالثة بانتهاك الحرم وهذا لن يحصل ويحصل وما زال وما زال مع الاحترام لك أنك لابس بالأبيض لكن لسانك أسود أنت حر تقول ما تقول السلام عليكم وعليك خيرا إن شاء الله فقط من أجل يعني توضيح الذي حصل اليوم كان هناك بعض النقاش بيننا وبين رجل يدعي أنه يعني يريد السلام في الأرض المحتلة وللأسف هو يدعي هذا وكل هذا محض ادعاء للأسف فهو يقول أن